بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. يا رب اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأشهد جميع من يشاهدني ويسمعني من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا نبيك الرسول الكريم ذو الخلق العظيم الذي لم يشتم أحدا قط حتى الكفار والمنافقين الذي أمره الله أن يغلظ عليه، فكان يقول ما بال أقوام ولم يفضحهم ولم يذكر أسماءهم ولم نسمع سبابا على لسانه قط ولم يسخر من أحد قط وعفى عن من عاداه وأذاه وعذبه. أشهدك يا رب أني أحب سنته التي تمتلئ بالفضائل وتمتلئ بالتراحم بين الناس ولا تمتلئ بالبغضاء والكراهية. أشهدك يا رب أني أحب شريعتك التي تضع في أولوياتها مصلحة الناس، أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. إنه دين اليسر الذي أمرنا رسولنا الكريم أن نتوغل فيه برفق، فلا يشاد الدين أحد إلا غلبه. يا رب إنه الدين الذي يهدي الناس ويبشرهم ولا ينفرهم، فكيف يخرج من يقول هننفذ الشريعة إن شاء الله تولع مصر؟ يا رب هل ترضى بذلك وأنت من قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ هل يعقل أن نربط بين شريعتك السمحة وبين حريق ولعة مصر؟ يا رب تعلمنا من قرآنك وسنة نبيك أن رحمتك تسع الجميع العاصي والطائع، فلماذا نجد من يستخدم اسمك وقرآنك وسنتك ليطرد البشر من رحمتك الواسعة شر طرد؟ يا رب أنت خلقتنا وتعلم ضعفنا وتعلم أننا لن نصل للكمال، فالكمال لك وحدك، فلماذا يحاسبنا البشر على نقص في أشكالنا وتصرفاتنا؟ وعدتنا أنت سبحانك وتعالى بأن تغفره لنا كلما رجوناك ودعوناك واستغفرناك. يا رب لا تتركنا لمن يحكم علينا بالظاهر، فرسولك الكريم علمنا أنك لن تنظر إلى صورنا وأشكالنا ولكنك سوف تطلع على قلوبنا. يا رب أنت من سوف يحاسبنا على نيتنا التي لن يتمكن بشر من شق صدورنا والاطلاع عليها، فكيف يخرج بشرا يكفرون البعض ويسخرون ويستهزئون من البعض ويقولون إنهم أفضل عندك يا رب وهم بشر يخطئون كما نخطئ، فرسولنا الكريم أقر بأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب أنت من ترضى وتقبل أو لا تقبل، فلن أهتم بمن يقبلني ويثني علي غيرك، ولن أهتم بمن لا يقبلني ويراني غير كاملة في نظري، فكلنا نواقص، فليركز على ما ينقصه هو ولا يركز على ما ينقص غيره، فلن ندخل الجنة إلا برحمتك يا رب، ونحن نتوسل إليك أن ترضى عنا فنتقرب لك بالنوافل في جوف الليل والتي لن يطلع عليها غيرك، ونتوسل لك بالصدقات التي لن ننشرها على اليوتيوب ولن نتباهى بها أمام الناس، ونصل أرحامنا ابتغاء لمرضاتك والتي لن نمن بها على أحد، ونوقر كبيرنا ونرحم صغيرنا ونلتمس لأخينا 70 عذراً، ولا نشتم ولا نسب ولا نلعن اتباعا لسنة نبيك. يا رب أنا أحتمي بك في الدنيا، فلا تجعلني ومن مثلي عرضة لمن لا يتسع صدره ولمن لا يقبل غيره ممن يختلف معهم في شكله وملبسه وطريقة حياته. يا رب أنت وليي في الدنيا وأنت أرحم الراحمين. هنكمل فتح ملف سيدات من عصر النبوة مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل، وهنتكلم النهاردة عن السيدة سمية بنت الخياط، أول شهيدة في الإسلام. وحضرتك تقدر تتصلوا فضيلة الشيخ وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.